اللي متابعين عادة هواية من الشباب يتابعون كرة القدم، أكو لاعب فرنسي، وإن شاء الله إذا تقدر تروح منا تدور باليوتيوب، هذا اسمه بول بوغبا، لاعب فرنسي. الله يرعاكم، شوفوا شي يقول عن الوصول إلى الكعبة المشرفة. هذا يا أخوان فرنسي لاعب محترف، جاب الدنيا كل الأماكن الحلوة والجميلة شايفها، لكن شوف شي يقول لما وصل، إن شاء الله تروح أنت تشوف العبارة. يقول لما إجا للعمرة هذا اللاعب، يقول أجمل شيء، أجمل شيء صنعته في حياتي أنه إجيت للكعبة المشرفة للعمرة. إن شاء الله تروح تدور وتشوف، عجيب. هذا الشاب وشايف الأماكن السياحية العجيبة والغريبة، ويقول أجمل ما صنعت في حياتي أنه أنا إجيت إلى العمرة، وعنده فيديو مصور ويا الكعبة المشرفة فيديو، وخلال كلامه يقول أشعر بسعادة لا أستطيع أن أصفها، وما يفهم هاي السعادة وهذا السرور إلا اللي يجب هذا المكان، وأدعو أنه تجون لهذا المكان، والسلام. إن شاء الله شوفوه. إذا لما أشوف هذا الشاب وهاي ملذات الحياة متاحة إلى كلها، ومع ذلك هيك يعبر عن هاي البقعة، يعزز عندي يا رؤية، وأذن في الناس بالحج يأتوك، أخلف الجاذبية لهذه البنية ولهذا المكان، واضحة القضية.